علب أصلان. لك ابني أنت متأكد؟ 300 مليون دولار؟ شو هالحكي؟ عمي أنا كتير فكرت بالموضوع. بدك تطالع هذا المبلغ من يلي رح ينضموا جديد. أيوه كيف بدك تطالعون؟ هدول الزلم إذا بيروحوا رح تجيب بدالهم 5 تاني. من كل راس 100 مليون بتعمل 200 ربح. وهالميتين إذا وزعتهم فوق هالطاولة على أساس الأضرار الملحقة من وقت طويل، مو بس رح يبوسوا إيدك اليمين، رح يبوسوا اليسار كمان. كل هالشغلات خبرك عنا نوزت، عمول هيك وما تعمل ليش بدي أحكي للسيد نوزت عن أسرارنا التجارية؟ ولك يا عين عمك، أنت من بيت الذئب ولا من بيت النمر ولا من بيت الباتشينو؟ لك شو الزلم اللي مخبي جواتك ولك؟ وهات شو له علاقة عمي؟ أنت بس تقعد على عرش بدك توزع القلوف، هذا عرش تركي. طبعا ما المرحوم أبوك كان ملك كمان يا سمو الأمير. قلت سمو الأمير؟ طيب وينه عم الياس؟ ليش؟ بدك تخنقه وتاخذ مكانه؟ لا ما بدي إجي معك المسا، أصلا مطرحه وأخدته، عم أسألك مشان ما هو يخلي حدا يخنقني. لا لا تخاف، السلطان الوالدة جنبه فما بتفرط فيك. قلت لي قديش المبلغ يا نمري؟ شو يا عمر؟ شكلك كنت عم تبكي كتير علي. لا يا عمي، أساساً أنا كنت عارفان إنك رح تعيش. لك يا ولد، إذا أنا بكيت على حالي اعترف، أكيد صرت تبكي بالسر. لا ولو. لا يا عمي، شوفي نحن هلأ بمرحلة تخباية الأسرار، ما عم يبكي مشان ما تطلع له شي حبة. أختي حبيبتي معلش ما تتدخلي. شو يعني؟ عيب الواحد يبكي؟ عيب؟ إيه طبعاً عيب، ما وقع لحتى يبكي. الولد بيبكي بس يوقع. وأنا هذا اللي عم أقوله. أخي لو تشوفها لماما خيرية كيف كانت عم تبكي، كانت عم تقول يا ريتهم قوصوني لألي وما قوصوا لأبني. أكيد أمي كانت عم تقول يا ريت قوصوها للطيفة. طبعا رح أبكي، أنا أم في عندي قلب، اللي بصدري مانو حجر يا أولاد. الحمد لله. أنا صار لازم روح أمي، لازم روح على البيت لأنه تعبت كتير. ضل هون، ليش بدك تروح يا ابني؟ شو في بهداك البيت؟ مو شو في بهداك البيت، مين في؟ لأني ما عطيتها مصاري لهي البنت من وقتها صارت عدوة لألي. أمي هاتي إيدك. الياس رح أطلك رز بحليب لتاخد معك. مرت أخي حسبي حساب إسراء، خليها تأكل. تمام. الياس شايفتك منيح. بالواقع أنا كنت أحسن، بس اليوم تعكر مزاجي شوي. خير؟ إجا الكلب محمود اليوم وقال إنه نازلي سألته عن اسم الحرامي، وهو تحرى عن الموضوع وعرف اسمه، عرف دورسون وخبرها عنه. انت شو عم تقول الياس؟ وقال انه اخي ما عنده علم بالموضوع ولمح لي انه شاكك فيكي، يعني كشف كل شيء. معقول يخبر نازلي عني؟ بيكون هذا التافه خبرها، يعني اخوك باي لحظه ممكن يعرف. مرت اخي اعملي اللي بدك اياه ولاقي الطريقه المناسبه حتى تخبري فيها اخي، والا هي نازلي رح تحطنا نحن الاثنين بخانة اليك.